بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. تقدم المحامي شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماد الصاوي ضد الراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور. وقال سعيد في البلاغ إن المشكو في حقها اعتادت يوميا على نشر الفسوق على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة من المشكو في حقها، وتحديدا جلسة تحقيق جديدة للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى غير لائق على شبكات المعلومات الدولية، وهو ما يمثل فعل فاضح وعلني للتحريض على الفسق والفجور. وكان شعبان محامي ريهام سعيد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بيتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق. وأوضح البلاغ الاتهامات التي وجهتها ريهام سعيد لسما المصري، حيث قالت إن سما المصري اعتادت على نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وبتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات مثيرة بوجهها بتستخدم عبارات خادشة واضحة وصريحة. وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة بتحوي صور فوتوغرافية بتستعرض فيها سما المصري، صور قالت إنها بتستعرض فيها أجزاء من جسدها وبتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وبتخرج لسانها. كما حوت الأسطوانة على فيديوهات منها أغنية لسما المصري حملت عنوان أحمد الشبشب ضاع، ومقطع آخر بتستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء السباحة في حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لخروف وبتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات غير لائقة. وقالت ريهام سعيد في بلاغها إن سما المصري بتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات غير لائقة على حد وصفها، جاعلة منها مهنتها التي تتكسب منها وبتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد، وبتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.